عندكم واحد البيتزا بريكوتا تجي زوينه رائعه. ايوا واخا بيتزا بريكوتا عندنا العجين فيها ربعه ديال الفرص، معلقه ديال سنيده، جوج ضروس تاع الثومه محكوكين، القزبر والمعدنوس، جوج معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، وبيضه، نص خماره، معلقه صغيره ديال الخميره معجونه، فرماجه مثلثه وحده، جوج معالق ديال زيت العود. تنعجنوها بالماء الساخن تتكون خفيفه، تنخليوها تخمر. واخا نعاودوا للمستمعات المقادير ديال العجينه البيتزا، الله يجازيك بخير. بكل فرح، ربعه فرص، معلقه صغيره ديال السنيده، جوج ضروس ديال الثومه، قزبر ومعدنوس، جوج معالق كبار، بيضه، نص خماره، معلقه صغيره ديال خميره معجونه، فرماجه مثلثه، وجوج معالق ديال زيت العود. تنعجنوها بالماء الساخن، تتكون عجينه خفيفه ما تلصقش باليدين. تنخليوها تخمر، تمشيو نوجدوا واحد لاصوص فيها. قلتي لنا محجومه، قلتي لنا عجينه خفيفه كتلصق ولا ما كتلصقش؟ لا ما تلصقش باليدين. لا تنخليوها تخمر، وتمشيو نوجدوا داكشي الاخر. عندنا لاصوص ديال المطيشه، يعني انا غادي نعطي لاصوص في التندير. اربعه المطيشات محكوكين، جوج ضروس ديال الثومه، شويه الكمون، تحميره، الزعتر، جوج معالق ديال زيت العود. تنخليو هادشي يتشحر حتى تيطيب لينا مزيان. تنشدو واحد البصله، تنقطعوها جنيوحات، وتنقليوها في الزيت. ملي تنقليوها في الزيت، تنزيدو عليها جوج بيضات، ونحركو حتى تيطيبو لنا دوك البيضات. متفقين؟ ماشي يطيبو بزاف، ماشي يقصاحو. بحال عيت عي شويه تنديوها وتجيبوها في هاديك السخونيه. عندنا ربعه ديال الصوصيس نقليوه ونقطعوه دوائر صغار. وعندنا ربعه ديال الجبن ريكوتا، فلفله مشويه مقطعه طول، وشويه الزيتون. تنطلقوا هاد العجينه ملي تتخمر لينا، تنطلقوها في طاوه دايره وتنثقفوها. اول حاجه تنحكو ريكوتا هي الاولى في هذيك الحكاكه الغليظه، نحكوها هي الاولى، وغنضيفوا عليها لاصوص ديال المطيشه، وغنضيفوا على البصله اللي خلطنا مع البيض، ونضيفوا الصوصيص اللي مقطعناه، والفلفله، والزيتون، ونرشوا الزعتر. غنردوها طيب من تطيب. يعني العجينه غندهنوها قلتي لنا بجبنه ريكوتا، ياك؟ الريكوتا هي الاولى، عاد نديروا لاصوص ديال المطيشه. عاد نديروا صوص المطيشه، ونديروا دوك القطع ديال الصوصيص النقانق. نديروا الصوصيص، وغنديروا البصله مع البيض. البصله مع البيض، وتنديروا الزعتر، وتنديروا الفلافل والزيتون والطبيب الحال باش نديروا الزعتر. تندخلوها طيب. تندخلوا البيتزا ديالنا طيب، تنخرجوها، تنرشوها بفرماج حمر، وتنرجعوها نرجعوا الفرماج باش يذوب لينا، وتتقدم بالصحه والراحه.